أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى المسائية، وهذه هي التغطية المفتوحة لتطورات الأزمة السياسية في إسرائيل والمستمرة على الرغم من إعلان نتنياهو في خطاب قبل ساعتين إرجاء التعديلات القضائية. وتتواصل في القدس الآن مظاهرات معارضة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإجراء التعديلات القضائية، إذ لم يرضى المعارضون بإرجاء مناقشة التشريع وطالبوا بإلغائه فورا. في المقابل يتجمع مناصرون للحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعوة من وزيري الأمن القومي والمالية المتطرفين إتمار بن غفير وسموتريتش لتأييد التعديلات. وبعد خطاب نتنياهو أعلنت نقابات مهنية وعمالية تعليق الإضراب الذي كان يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن مشاريع قوانين إصلاح القضاء. وكتب الرئيس الإسرائيلي عبر تويتر: تعليق التعديلات هو الأمر الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد يؤدي للتهدئة أو لتهدئة الأوضاع. بينما رحب البيت الأبيض بإعلان نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية وطالب القوى الإسرائيلية بالتوصل لتسوية. ونتابع معكم على شاشتنا الآن صور حية ومباشرة لتظاهرات رافضة لما يعرف بخطة إصلاح القضاء المقدمة في الكنيسة الإسرائيلية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، فلنتابع. قبل نحو ساعتين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة رغبة في منع الانقسام في الأمة وفق قوله. وأضاف أنه يصر على إجراء التعديلات القضائية، لكنه قرر تعليق القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة إلى دورة الكنيسة المقبلة. نحن نصر على جلب التعديلات وإدخال التعديلات الضرورية للجهاز القضائي، وهذا هذه غاية مناسبة ولائقة. ولكن انطلاقا من المسؤولية الوطنية وتفاديا لتمزيق صفوف الشعب، قررت تجميد أو تعليق القراءة الثانية والثالثة لهذا القانون في جولة الكنيسة الجارية لتأجيله للقراءة في الجولات القادمة من الكنيسة، بحيث نجلب القانون مع الحفاظ بل تعزيز حقوق الفرد. وقال نتنياهو في معرض حديثه إنه لن يقبل حربا أهلية داعيا إلى الحوار، واصفا الوضع بالأزمة التي تهدد الوحدة الوطنية بحسب تعبيره. طيلة أشهر دعوت غير مرة إلى وجوب الحوار، وقلت إنني لن أترك بابا إلا وطرقته من أجل الحوار، لأنني أتذكر بل نحن نتذكر أننا ليس أمام أعداء وإنما أمام إخوة. أقولها هنا والآن وبشكل واضح، لن نقبل بحرب أهلية. نحن على مسار الصدام في المجتمع الإسرائيلي، ونحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية والوطنية، وهذه الأزمة تستلزم وتستوجب العمل بالتروي والمسؤولية. وفي أول رد فعل على خطاب نتنياهو قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إنهم لن يسكتوا على ما وصفها بحيل نتنياهو، وأشار إلى قبولهم لدعوات الحوار الحقيقية، ولكن بشرط
إيقاف التعديلات القضائية على حد قوله. نتأكد من عدم وجود أي حيلة أو مهاترة. استمعنا إلى هذه الأنباء حيث قال نتنياهو لمقربيه: أنا لا أتوقف وإنما فقط أسعى لتهدئة الأمور، ولكن إذا حاول وسعى إلى هذه الحيل والتمارين سيجب أمامه سور حامي من المواطنين ونحن، ومن جانب آخر إذا أقدموا على التحاور الحقيقي فسنتخطى هذه الأزمة ونحول هذه اللحظة إلى لحظة تأسيسية ومهمة في مفصلية في حياة الدولة. إنها أكبر أزمة في تاريخ الدولة، نحن مسؤوليتنا أن نحلها سوية. لكي نعيش سوية يجب أن نبني هذه الأيام الدولة التي سيعيش فيها أولادنا في مستقبلا. بدوره رحب بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بقرار نتنياهو إرجاء التشريعات القضائية، وطالبه بإعادة وزير الدفاع جالانت إلى منصبه، داعيا رئيس الحكومة إلى الحوار في منزل رئيس الدولة. أعتقد أن رئيس الوزراء عليه التصرف من منطلق المسؤولية. لا يمكن إقالة يوآف جالانت وزير الدفاع وإنما إبقاءه في مهام منصبه تجاه التطورات. ربما تريد العودة إلى وزارة الدفاع. قلت مرة أخرى الخطوة كانت خاطئة. وقبيل خطاب نتنياهو، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر حسابه على تويتر قائلاً: قانون الإصلاح سوف يمر، سيتم إنشاء الحرس الوطني، الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن الوطني ستقر بكاملها، لن يخيفنا أحد، لن ينجح أحد في تغيير قرار الشعب. وأضاف ساخرا: رددوا معي ديمقراطية، وكتبها بحروف منفصلة استهزاء بمعارضيه. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القدس الدكتور أحمد الطيبي، رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير. دكتور الطيبي أحييك، كان لنا حوار بالأمس معك وقلت أن هناك أزمة كبيرة تمر بها إسرائيل وأخطاء استراتيجية وقع فيها نتنياهو، خصوصا بإقالته لوزير الدفاع جالانت. هل تعتقد أن اليوم بتعليق أو تجميد التشريعات لبعض الوقت لعل نتنياهو استطاع أن ينزع جزء من فتيل هذه الأزمة أم لا؟ جزء نعم، ولكن ليس كل الأزمة. عدد من قيادة المتظاهرين والمحتجين قالوا أنهم لا يقبلوا هذه النصوص من نتنياهو، وأنه قال تعليق مؤقت وليس إلغاء لهذه التشريعات وهذه القوانين. ولكن هو نجح في أن يرد عليه بيني غانتس من جهة ولبيد من جهة أخرى بأنهم مستعدون للجلوس في مقر رئيس الدولة هرتسوغ للحوار. نتنياهو يسعى من خلال هذا الحوار إلى تنفيس المظاهرات والاحتجاجات غير المسبوقة في شوارع إسرائيل. هل ينجح بذلك؟ نهاية الأسبوع هي التي تقرر كيف ستكون التظاهرة في تل أبيب، هل سيتراجع العدد أم لا. ولكن بمجرد قبول غانتس ولبيد مبدأ الحوار والاجتماع، فأنا أعتقد أنه نوعا ما جزئيا كما تفضلت ربما هو قد يخفف من وطأة هذه التظاهرات. دكتور الطيبي، لعل أعتقد يائير لبيد هو الذي قال أننا لن نقبل أبدا بحيل أو ألعيب من قبل نتنياهو، وكأنه يقول أن هناك سيناريو الحيل والألعيب من قبل بنيامين نتنياهو لتخطي هذه المرحلة فقط، ثم بعد ذلك العودة إلى الكنيسة وإقرار هذه التشريعات حتى ولو قدم تنازلات بسيطة. فهل طرح أن نتنياهو يقوم بحيل وألعيب وارد فقط لي يعني المرور من الأزمة؟ نتنياهو هو أبو الألعيب، هو الذي اخترع الألعيب
وهي ترافقه، ولذلك كل من يتعامل معه يشك في نواياه. شكوك لبيد في مكانها بهذا الخصوص. نتنياهو يناور، هو يناور مع لبيد وغانس، هو يناور مع المتظاهرين، وهو يناور مع حلفائه في الائتلاف الحكومي اللي وعدهم. في هناك اتفاق خطير بينه وبين بن غفير لإقامة ميليشيا مسلحة خاصة في بن غفير اسماها الحرس القومي او الحرس الوطني. هذا تطور خطير، ان يعطي هذا المهووس المخرب ميليشيات مسلحة. هذا يشكل خطر على الجماهير العربية من جهة، وربما على بعض متظاهري اليسار من جهة أخرى. هل سيعود نتنياهو لطرح هذه التشريعات كما قال هو مثلا في شهر تموز مرة أخرى؟ ننتظر لنرى. هناك من يشكك في ذلك. لكن اسمح لي، الرجل كان واضحا في خطابه منذ حوالي الساعتين عندما قال أنه متمسك بما يصفه هو أو ما يسميه بحزمة الإصلاحات القضائية. فنتنياهو هنا لم يتراجع، يعني على الأقل من حيث المبدأ العام. نعم هذا صحيح، ولذلك رد المتظاهرون فورا بأنهم لا يقبلون بوقف التظاهرات والاحتجاجات، لأنه علق مؤقتا التشريعات والعمل بها في الكنيست ولم يلغيها ويعلن عن إسقاطها أو إلغائها بأثر رجعي. كنت أتحدث منذ قليل عن إتمار بن غفير. إتمار بن غفير على حسابه على تويتر كتب قائلا سيتم قانون الإصلاح، سوف يمر، سيتم إنشاء الحرس الوطني، الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن الوطني ستقر بكاملها، لن يخيفنا أحد، لن ينجح أحد في تغيير قرار الشعب، وحتى يعني كتب سخرا قولوا معي أو رددوا معي ديمقراطية. الرجل وكأنه واثق تمام الثقة من أن طرحه وطرح اليمين المتطرف في إسرائيل بشكل عام سيمر كما خطط له. هل هي يعني من باب المزايدات؟ أم أن الرجل متأكد في النهاية مما يقوله؟ لا يمكن التأكد من وعود قدمها بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو أمام أزمة حقيقية حول مكانته، حول وضعه، حول مكانة ائتلافه وحكومته. بن غفير هدده بالانسحاب من الحكومة مستغلا ومبتزا هذه الأزمة ليحصل على ميزانيات لوزارة الشرطة وإقامة الحرس الوطني، ووافق من طرفه على فترة مؤقتة لوقف هذه التشريعات. هذا جلب انتقادات واسعة لبن غفير في أوساطه اليمينية المهووسة المتطرفة، ولذلك هو يطلق هذه الشعارات اللي فيها نوعا من الصحة ونوعا من المزايدة لإرضاء متطرفي اليمين. لا أحد، بالرغم مما قاله نتنياهو أنه سيعود لتشريع هذه القوانين، يريف لافين وزير القضاء اللي هو صاحب هذه التشريعات يقول في جلسات داخلية أن هذه التشريعات كبرت. نعم. لأن نتنياهو علقها، ولذلك الحقيقة ربما تكون بين هذا وذاك. أنا أعلم من أن لديك معلومات عن كواليس ما حدث خلال ال 24 ساعة الماضية. ما الذي حدث دكتور؟ ما الذي يعني في النهاية أوصل لقرار نتنياهو بتجميد حزمة مشروعات القوانين المتعلقة بما يعرف بالإصلاح القضائي؟ نتنياهو واجهته ردة فعل غير مسبوقة، غير محسوبة، غير متوقعة منه ومن مستشاريه لفصل وزير الجيش جالانت وقرار فصله. لم يتوقع أن تخرج هذه المظاهرات الارتجالية ليلا، ثم أن تعلن نقابة الاستدروت أي نقابة العمال العامة شل كل المحافل الاقتصادية والإضراب عن العمل الشامل في كل البلاد وأغلاق المطارات. نتنياهو لم يتعود، ولا الجمهور الإسرائيلي تعود على مثل هذه ردة الفعل. وكان في هناك غضب حتى لدى طبقا للاستطلاعات
حوالي 25% من مؤيدي اليمين ومؤيدي بنيامين نتنياهو، ولذلك هو خسر اليوم في الاستطلاعات في القناة 12. نتنياهو يهبط هبوطا حادا، ومن يرتفع هو جنس. جنس يرتفع في حوالي 10 مقاعد، هذا ارتفاع دراماتيكي. هاي العشر مقاعد هي يمينيون ليبراليون من مؤيدي نتنياهو الذين لم يركهم سلوك نتنياهو، سلوك حكومته، سلوك وزير القضاء وطرح هذه التشريعات دون الحوار والتعامل مع المتظاهرين. طيب دعني أسألك سؤال أخير دكتور الطيبي، السيناريوهات الراجحة لهذه الأزمة خلال الفترة المقبلة من وجهة نظرك ماذا ستكون؟ سيكون من الصعب على بنيامين نتنياهو أن يمرر كل هذه التشريعات مرة أخرى، ولكنه في ضائقة مع جماعته في اليمين أيضا. من جهة ثانية هذه الحكومة إلها فقط 3-4 أشهر، لا تريد وقياداتها لا يريد أن يسقطوها، ولذلك لا أعتقد أنها ستسقط قريبا يعني في المستقبل القريب. واستطلاعات اليوم اللي فيها جانس ارتفع ونتنياهو هبط، من ناحية جانس ويريد انتخابات مبكرة، ولكن نتنياهو يريد أن يبتعد عن هذه الانتخابات نظرا لوضعه الحزبي والسياسي وتردي وضعه في الرأي العام. ولكن الحوار بين جانس ونتنياهو كان قائما بالأيام الأخيرة سرا من وراء الكواليس حول وقف التشريعات وحوار في مقر رئاسة الدولة، والنتيجة التي حصلوا عليها اليوم علنا لم تكن مفاجئة، بل يوجد هناك تفاهمات مسبقة. الدكتور أحمد الطيبي رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير كنت معي عبر الإنترنت من القدس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذا خبر عاجل مهم على شاشتنا. هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعتزم تعيين وزير الزراعة أفي ديختر في منصب نائب وزير الدفاع لمدة 3 أشهر، لكن لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. إذا نتنياهو يعتزم تعيين وزير الدفاع وزير الزراعة عفوا أفي ديختر في منصب نائب وزير الدفاع لمدة 3 أشهر، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وتنضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القدس الصحفية المقدسية لينا أبو حلاوة. لينا أحييك، كيف كان حال القدس اليوم وكيف كان حال القدس أيضا أكثر بعد خطاب نتنياهو الأخير؟ تحية لكل المشاهدين. يعني اليوم طبعا ما زال المظاهرات مستمرة في مدينة القدس وفي تل أبيب حتى اللحظة، حتى الآن هناك يعني مظاهرات مضادة، مظاهرة مؤيدة للتعديلات القضائية اللي هي يقودها أنصار ما يسمى باليمين المتطرف داخل دولة الاحتلال، واللي خرجوا يعني حتى بدعوة من القادة وتحديدا من إتمار بن غفير، وما بين المتظاهرين الذين يخرجون منذ 3 أشهر ضد التعديلات أو ضد الخطة القضائية التي ينوي أو كان ينوي نتنياهو تمريرها، والآن حتى وبعد الإعلان عن إرجائها لأشهر الاحتجاجات ما زالت مستمرة في إعلانا لأن أنهم يريدون إيقاف هذه التعديلات وليس إرجائها، خاصة بأن نتنياهو يعني كان في خطابه أو في على الأقل ما سرب من لقائه مع بن غفير وما إلى ذلك بأنه يرتب لتمرير هذه التعديلات القضائية بشكل تدريجي خلال فترة دورة الكنيسة الحالية، ويعني كل الأمور تقول بأنه ينوي تمرير التعديلات القضائية ولا ينوي إلغائها، خاصة بأن ذلك سيخلق يعني حالة من الضغط عليه من قبل كل الموجودين بإئتلافه الحكومي ومن الأحزاب الدينية القومية التي تضغط باتجاه تمرير هذه التعديلات القضائية. أنا أريد أن أناقش معك الكثير من هذه التفاصيل لينا، لكن لو سمحتي أن تبقي معي وسأعود إليك مرة أخرى حتى لا أغيب عن ضيفي كثيرا الذي ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القدس المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان. إلي أحييك، وقبل أهلا بك. أهلا بك.
قبل أن أسألك، هناك خبر عاجل، عضو الكنيسة من المعسكر الوطني جدعون ساعر، تم وقف قانون الإصلاحات القضائية بفضل الاحتجاجات ونحن مستعدون للحوار. إلي إنسان، ما بين من يقول نتنياهو يراوغ، هو فقط يحاول أن يعني يمر من هذه الأزمة، يهدئ الشارع ثم سيعود مرة أخرى إلى ما يعرف بهذه التشريعات أو الإصلاح القضائي، والبعض الآخر يقول الشارع انتصر في النهاية وهذه التشريعات لن ترى النور، أنت رأيك ما بين هذا وذاك؟ اسمع سيدي، حتى صباح اليوم تم إقرار بالقراءة الثانية والثالثة بلجنة القانون الدستور والقضاء بكل ما يتعلق بانتقاء القضاء لمحكمة العدل العليا، بمعنى أن كل التشريعات جاهزة لتمر في الكنيسة، ولنتنياهو هناك أغلبية بهذا الموضوع، ولكن بسبب ما حدث في الآونة الأخيرة، بسبب الضغوط التي تمارس أو مورست على نتنياهو، بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبه نتنياهو ليلة أمس بإقالة وزير الدفاع، وصلت الأمور إلى درجة أن نتنياهو لا يستطيع أن يواصل مواصلة الانشقاق في صفوف الشعب الإسرائيلي، ولا سيما بكل ما يحدث في جيش الدفاع من إمكانية أن العديد من الضباط والطيارين لا يوافقون الانخراط في الاحتياط. الآن فعلا نتنياهو أصبح رهينة بأيدي الأحزاب المتدينة وبأيدي بنغفير وبأيدي سموتريتش. الأحزاب المتدينة تريد سن قوانين قانون التغلب بحيث يعفي طلاب المعهد الدينيه عفوا لكن لدينا مشهد او صوره مهمه على الهواء مباشره اريد ان انوه لها. الشرطه الاسرائيليه تقوم باطلاق يعني خراطيم المياه على عدد من المتظاهرين، وهم يحاولون ان يفرقوا بين متظاهرين معارضين ومتظاهرين آخرين مؤيدين لنتنياهو في تل أبيب. الشرطة الآن تحاول أن تفصل بينهما. الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المعارضين لقانون الإصلاحات القضائية. هل هو تفريق أو محاولة لمنع احتكاك بين الطرفين؟ هذا ما سنحاول يعني أن نقف عليه الآن. مرة أخرى، الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين معارضين لقانون الإصلاحات القضائية. اللي قبل أن تكمل، ما رأيك في هذا المشهد واستخدام المياه الآن لتفريق عدد من المتظاهرين؟ اسمع سيدي، أولا أريد أن تصريح رئيس الوزراء قبل بترحاب من قبل معظم رؤساء المعارضة رغبة منهم القدوم إلى مكتب رئيس الدولة، إلى مقر رئيس الدولة في بدء التحاور وربما التوصل إلى تفاهمات حول إدخال الإصلاحات في الجزاء القضائي. الآن حول سؤالك، حتى اليوم رأينا خلال 12 أسبوعاً مظاهرات من قبل معارضي الإصلاحات أو تطبيق الإصلاحات في الجهاز القضائي، واليوم بعد أن وافق كل من يعارض في الحكومة، كل من يعارض تجميد أو تعليق خطة الإصلاحات، من بينهم سموتريتش، من بينهم بنغفير الذي هدد بالاستقالة، ومن بينهم أيضا أعضاء داخل الليكود الذين يعارضون أفكار نتنياهو تعليق الإصلاحات، حتى اليوم فقط نحن رأينا مظاهرات بمشاركة من يعارض الإصلاحات. اليوم بدأ اليمين، وسمعنا أقوال رئيس الوزراء أنه يرحب بما نراه الآن في شوارع أورشليم القدس من مظاهرات عارمة من قبل الذين يريدون تطبيق الإصلاحات في الجهاز القضائي. ولذلك كانت هناك مخاوف فعلا مساء اليوم، ولذلك قام مفتش الشرطة بزيارة الأماكن المكتظة بين معارضين وبين مؤيدين للإصلاحات.
خشية أن هذه المواجهات أو هذه المناوشات تؤدي إلى صدامات وتؤدي إلى سفك دماء. حتى الآن الحمد لله لم نرى مواجهات التي أدت إلى صدامات كثيرة، وبفعل الشرطة التي تعاملت بحكمة مع هذه التظاهرات فعلا هي استخدمت خراطيم المياه، استخدمت الفرسان، ولكن وذلك بحكمة لتفريق المتظاهرين بين المؤيد وبين المعارض، أملا أن بعد خطاب نتنياهو تعود الأمور والحياة في مجراها الطبيعي بعد ما شهدنا اليوم من إضرابات في كافة مرافق الاقتصادية وفي المواني وفي المطارات وفي البورصة وفي المرافق الاقتصادية. يوم غد يوم جديد. أعتقد أن رغم الشكوك التي نراها في صفوف المعارضة عندما يأتون إلى المفاوضات، رغم خشية منهم أن نتنياهو يريد دق الإسفين بين الأحزاب المعارضة، ولكن هناك ربما ستكون نية صافية للتغلب على الأزمة الداخلية التي نشهدها في هذه الأيام في إسرائيل. المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان، شكرا جزيلا لك. أعود إلى لينا أبو حلا والصحفية المقدسية مرة أخرى. إجمالا لينا، هل متوقع أن تهدأ الأمور سواء الليلة أو غدا وتتراجع حدة التظاهرات الرافضة لنتنياهو وحكومته ولما يعرف بمشروع أو خطة الإصلاحات القضائية أم لا؟ نعم، بس بداية أريد أن أشير يعني أنوه إلى أنه أنا لدي تحفظ طبعا إلى الظهور أو التحدث إعلاميا وإلى جانب أي شخص إسرائيلي محلل أو أي شيء كان، يعني لم أكن أعرف بأن سيكون على الهواء بالتزامن يعني مع ظهوري شخص إسرائيلي، لأنه هذا بالنسبة لي مرفوض. لكن على أي حال سأستغل هذا السؤال اللي طرحته علي لأؤكد على أهمية أن نقرأ الحدث من وجهة نظر فلسطينية عربية، يعني حتى وإن كان الموضوع متعلق أو يبدو وكأنه إسرائيلي داخلي، إحنا مش بحاجة للمحلل الإسرائيلي حتى كمان حتى بهاي مش بحاجة أنه يعني نستضيفه. على أي حال هذا شيء له علاقة فيكم، لكن أنا أرفض ظهوري إلى جانبه. بس يعني أود أن أؤكد على نقطة إلى اللي هو إحنا مفروض نركز عليها كفلسطينيين، الموضوع حل الأزمة من خلال الموضوع الفلسطيني، يعني بمعنى أنه اليوم المباحثات اللي جرت ما بين نتنياهو وبن غفير لمباحثة موضوع تأجيل أو عدم تأجيل هذه التعديلات القضائية تم حلها أو على الأقل حلها مؤقتا من خلال ما وعد بن غفير بإنشاء أو تأسيس الحرس الوطني ليكون تحت قيادته. ماذا يعني الحرس الوطني؟ الحرس الوطني هو مسعى أو خلينا نقول محاولة لتنظيم ميليشيا بقانون، ميليشيا اللي هي موجودة أصلا، يعني نحن نعرف أن هناك أعضاء أو عناصر مسلحة تابعة للمستوطنين وبن غفير كان يعني يقودهم على مدار السنوات الماضية، لكن الآن المسعى هو أن يتم تنظيمهم بشكل قانوني أكثر تابع للشرطة الإسرائيلية، بحيث أي احتجاج داخل مناطق 48 من قبل الفلسطينيين يتم مواجهته بشكل سريع وبعيدا عن أي يعني تعليمات وما إلى ذلك. أشخاص اللي هم بيكونوا تابعين لا الشرطة ولكن يرتدون اللباس المدني يطلقون النار على المتظاهرين. هذا شيء مهم نشير له، لأنه هذا كمان مدخل لفهم الصراع الإسرائيلي الآن من زاوية فلسطينية ومن زاوية نفهم أنه كمان كيف كل الأمور مرتبطة أكيد بصراعهم الوجودي معنا نحن كفلسطينيين. إجابة على سؤالك بأنه إذا كان في توقعات أن تهدأ الأمور أم تتصاعد، واضح أنه الأزمة هي ليست أزمة مرحلية أو أزمة مؤقتة، هي أزمة عميقة ولها يعني لها أصلا امتدادات سابقة، ولما كانت تتأجل الانتخابات وتنعاد الانتخابات مرة ومرتين وثلاثة بالسنة كان هو أصلا مؤشر على هاي الصراعات
الصراعات اللي بنشوفها اليوم واللي ترجمت بالشارع الإسرائيلي ما بين النخب الإسرائيلية اللي لها امتدادات يعني لها علاقة بنخب اقتصادية، نخب دينية علمانية، يعني كثير صراعات اللي بلشت تتكشف الآن بهذه الاحتجاجات. وكمان مهم نشير إلى أنه هاي موجة الاحتجاجات هي مش الأولى بداخل كيان الاحتلال. في 2011 كانت التظاهرات بتل أبيب اللي هي تظاهرات كانت على خلفية غلاء معيشة وتظاهرات على خلفية اقتصادية، كانت من حيث العدد أكبر من العدد الموجود اليوم، لكن مختلفة من حيث الطابع. يعني اليوم صراع على هوية الدولة، وهذا مأزق وجودي بالنسبة لكيان الاحتلال اللي هو بالتأكيد مرتبط مع صراعهم معنا ومع التأزم الحالة أصلا موجودة بفلسطين. فيعني مهم جدا، لكن مرة أخرى مع إنهاء هذه المداخلة أود أن أؤكد على رفضي يعني الظهور إلى جانب الضيف الإسرائيلي. لم أكن أعلم، لكن وددت أن أستغل المنبر فقط لتمرير هذه المداخلة، لأنه أنا كمان ضيفة معاكم يعني من فترة. ف فقط يعني هون كان مهم بالنسبة لي أثبت موقفي. وأنا بشكرك شكرا جزيلا لك يا الأخت لينا أبو حلاوة الصحفية المقدسية، كنت معي عبر الإنترنت من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لك لينا. وتنضم إلينا الآن عبر الإنترنت من الناصرة النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي سندس صالح. سيدة سندس أحييك وأتأسف لك على هذا التأخر عليك بعض الوقت. دعينا نقرأ الأول إجمالا المشهد بشكل عام بعد خطاب نتنياهو الأخير وتجميد ما يعرف بخطة الإصلاح القضائي وإرجائها يعني حوالي شهر أو أكثر قليلا. كيف هو المشهد من وجهة نظرك الآن؟ المشهد العام يؤكد على عمق الأزمة السياسية بين المعسكرات في الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة بين المركز واليمين واليمين المتطرف أكثر وأكثر. اليوم خطاب نتنياهو وإرجاء عمليا التصويت على التعديلات القضائية أو الانقلاب القضائي والانقلاب في الحكم هو مؤشر على خنوع نتنياهو لضغوطات المتظاهرين والمتظاهرات، وإلى أيضا محاولة شق الصف وحدة الصف في حزب الليكود وخوفه من انشقاقات في داخل حزب بنيامين نتنياهو حزب الليكود، وأيضا خروج نواب أو أحزاب من الائتلاف الحكومي، الأمر الذي سيضعف نتنياهو الشخص وأيضا نتنياهو السياسات. ولكن الإرجاء هو ليس إبطال عمليا التصويتات على التعديلات القضائية، وإنما إرجاء التصويت على هذه التعديلات محاولة لربط الصدع داخل الائتلاف الحكومي وأيضا داخل الليكود، لأنه في الأمس كان هنالك إقالة للوزير جالانت وكان هنالك مؤشرات أخرى لمحاولة نواب ووزراء من الإعلان عن مواقف معارضة بنيامين نتنياهو والخروج عن الوحدة الائتلافية. يعني عمليا نتنياهو يمتلك أغلبية داخل الكنيسة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لتمرير ما يعرف بخطة الإصلاح القضائية والإصلاحات القضائية بعد أكثر من شهر من الآن بعد العودة من الإجازة التشريعية. هل ستكون هذه الكتلة متماسكة وهل سيظل نتنياهو يمتلك الأغلبية لتمرير هذه التشريعات وسيطرحها فعليا داخل الكنيست، أم أن هذا الأمر أصبح مشكوك فيه سيدة سندس؟ اليوم بات واضحا أن أغلبية لتمرير هذه القوانين هي ليست كافية. أي التظاهرات هي بتصاعد مستمر من أسبوع إلى آخر. إيقاف بعض المرافق في الدولة كان جليا وواضحا اليوم ويهدد الأمن والاستمرار الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي في الدولة، أي أن الوجود غالبية هذا لا يكفي من أجل تمرير هذه القوانين. قد يكون هنالك عصيان مدني، وواحد من الأمور التي أزعجت بنيامين نتنياهو ونواب ووزراء في الائتلاف الحكومي هو التهديد في عدم الالتحاق في الجيش أو مقاطعة عمليات معينة في وحدات معينة في الجيش، الأمر الذي يبدو للجانب الإسرائيلي وخاصة وزراء الأمن أمر يضعفهم أمام في المنطقة بشكل خاص.
دعينا نقرأ المشهد أكثر مرة أخرى سيدة سندس بعيون عربية. إجمالا ما يحدث داخل إسرائيل الآن، هل هو في صالح القضية العربية، في صالح الشعب الفلسطيني إجمالا أم لا، أم في النهاية لن يوجد تغير حقيقي تجاه رؤية الاحتلال الإسرائيلي أو أداءه تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقدساته بشكل عام؟ طبعا المجتمع العربي الفلسطيني يقول مقولة واحدة، أننا أبدا لم ندعي يوما أن إسرائيل دولة ديمقراطية، هذا في بداية الأمر. ومن يتفاجأ من أنه لا يوجد حيز ديمقراطي هو الشعب اليهودي، القوى الديمقراطية التي تدعي اليسار الديمقراطي الإسرائيلي. نحن كمجتمع عربي فلسطيني نعي هذا الواقع السيء المرير والغير ديمقراطي بتاتا منذ أكثر من 70 عام، ودائما نقول وجود الاحتلال، لا يمكن أن تكون دولة ديمقراطية مع الاحتلال، لا يمكن أن تكون دولة على حساب الشعب الفلسطيني وتدعي أنها دولة ديمقراطية. هذا ليس جديد على المجتمع العربي الفلسطيني أبدا، لذلك لم نجد أيضا تحرك للمجتمع العربي في مظاهرات تل أبيب وغيرها. كان هنالك مبادرات محلية، مبادرات لمواقف سياسية، لكننا لم ننضم إلى التظاهرات التي أقيمت في تل أبيب أو في القدس. من وجهة نظرنا نحن نعي تماما أن وجود هذا الانقلاب القضائي، استمرار التصويت وإحداث الانقلاب القضائي، سندفع ثمنا باهظا له، لأننا نحن كمجتمع فئة مستضعفة أصلا في داخل الدولة، من ناحية مكان قانوني، من ناحية مكان اقتصادي، ومن ناحية جميع مناحي الحياة. فوجود هذا التعديلات القضائية أو الانقلاب القضائي سيتيح لبنيامين نتنياهو الشخص إمكانيات أكثر من أجل المساس أيضا في المجتمع العربي الفلسطيني وأيضا في القضية الفلسطينية. لا يمكن أن نتحدث عن انقلاب القضائي بمعزل عن مكانة القضية الفلسطينية وما قد يمس به هذا الانقلاب القضائي بالقضية الفلسطينية وأيضا بمكانة المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد. هذه الأدوات تتيح لبنيامين نتنياهو ولسموتريتش ولبن غفير والحزب الليكود والأحزاب المتدينة أن تشرعن قوانين أكثر، خطط حكومية أكثر ضد المجتمع العربي، ضد القضية الفلسطينية، ضد الشعب الفلسطيني. واليوم ما حصل عليه بن غفير كوعد من بنيامين نتنياهو من أجل إتاحة إرجاء التصويت على التعديلات القضائية، الحرس القومي هو على حساب المجتمع العربي وأيضا المجتمع الفلسطيني. أنا أريد سأعود إلى هذه النقطة، لأنها نقطة مهمة، مسألة إنشاء حرس قومي أو حرس وطني، لأن البعض يرى أن هذه ميليشيات يمينية متطرفة في الأساس ستكون موجهة ضد الفلسطينيين. أنا سأعود لهذه النقطة، لكن اسمحي لي أن أرحب بضيفي أيضا عبر الإنترنت من القدس، النائب وليد الهواش، لا النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي. سيادة النائب أحييك، وابتداء إذا أردنا أن نقول من الخاسر ومن الكاسب على المستوى السياسي في إسرائيل حتى هذه اللحظة من وجهة نظرك؟ يعني بكل تأكيد يعني ما حدث اليوم هو يعتبر أمر تاريخي في كيان دولة إسرائيل. الناظر إلى الحلبة السياسية اليوم يعي تماما ويرى أن نتنياهو اليوم لم يكن في وضعه الذي سبق وكان عليه على مدار السنوات. اليوم كان نتنياهو في موقف محرج جدا، سواء ذلك كان من الأحزاب الموجودة والمركبة، الطيف السياسي اليميني المركبة لهذه الحكومة، أم من المتظاهرين والمحتجين في شوارع تل أبيب وشوارع القدس وحيفا وبئر السبع. اليوم يعني نتنياهو لأول مرة يخضع لضغوطات من داخل حزب، من حزب الليكود، ويخضع أيضا لكل القوى الحزبية في إسرائيل، القوى مركز يسار، وأيضا يخضع لكل يعني المركبات داخل حكومة نتنياهو. لا شك أن أيضا أن تدخل كبار رؤساء الأموال في إسرائيل وأصحاب الشركات ونقابة العمال في إسرائيل أيضا شكلت يعني ضغطا سياسيا كبيرا على نتنياهو، فقد أغلق مطار بن غوريون الدولي. يعني هذه سابقة في تاريخ دولة إسرائيل أن يتم إغلاق المجال الجوي لإسرائيل وعدم السماح بمغادرة طيارات من داخل الكيان إلى الخارج.
وكانت هناك ضغوطات كبيرة على حكومة نتنياهو. نتنياهو اليوم لم يكن بأحسن أحواله، نتنياهو اليوم كان ضعيف، ويعني خرج بهذه المبادرة في الدقائق الأخيرة تحت ضغط دولي وضغط داخلي وضغط المحتجين، حتى يستطيع أن يعني يمرر هذه المرحلة ويستطيع النفاذ بهذه الحكومة إلى المرحلة القادمة وإلى الدورة القادمة في الكنيسة. منذ قليل كنت أتحدث مع الأستاذة سندس صالح النائبة العربية بالكنيسة زميلتك، وهي تقول لي أبدا لا تلتقي الديمقراطية والاحتلال في آن واحد، وبالتالي مهما قيل على أن هذه هبة ديمقراطية في إسرائيل ضد محاولة تغول السلطة التنفيذية ونتنياهو على السلطة القضائية، يعني لا نستطيع أن نضع في صورة يعني الديمقراطية أو يعني ما يحاول البعض أن يوصفه بأنه أشبه بيعني ربيع ديمقراطي. تتفق مع هذا الطرح؟ لا يجتمع الاحتلال والديمقراطية في آن واحد سيد وليد أم لا؟ بكل تأكيد أنا أتفق مع هذا الأمر، ولكن في إسرائيل هناك يعني سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. صحيح أن هذه الحكومة تحاول الحد من سلطة القضاء في إسرائيل وتحاول تقويض الجهاز القضائي في إسرائيل، ما يسعى إليه نتنياهو من خلال هذه يعني التشريعات التي كان يريد أن يمررها هو أيضا أن يعني يسيطر على جهاز القضاء في إسرائيل، وبالتالي تستطيع هذه الحكومة تمرير قوانين يعني صعبة تجاه المواطنين بشكل عام وتجاه المواطنين العرب بشكل خاص والفلسطينيين في الداخل. رأينا يعني حكومة نتنياهو يعني تستميت على تمرير هذه القوانين، ولكن الضغط الذي يعني كان فيه يعني حسابات سياسية أخرى من طرف يعني أحزاب المركز يسار كانت لها ضغوطات، وهذه معركة سياسية الكل يريد أن يربح في هذه المعركة، ونحن بالتالي كان يعني القوائم العربية والأحزاب العربية في الداخل قالت كلمتها بهذا الخصوص، سواء كان ذلك في اللجان الخاصة للكنيسة. عفوا لمقاطعتك سيد وليد، لكن لدينا الآن على شاشتنا مشهد لاعتقال الشرطة الإسرائيلية لأحد الرافضين أو المعارضين لحكومة نتنياهو ولما يعرف بخطة الإصلاحات القضائية، وكان ما زال هناك مواجهات جارية بين الشرطة الإسرائيلية وبين المعارضين للحكومة الحالية ولخطة الإصلاحات القضائية في تل أبيب. سيدة سندس، حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك، سؤالي الأخير فيما يتعلق بما يعني يذكره إتمار بن غفير أنه سيتم إنشاء الحرس الوطني، ستمر هذه التشريعات وسترى النور إلى آخره، من أين يأتي إتمار بن غفير بكل هذه الثقة رغم كل ما نراه، يعني عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الإسرائيليين يرفضون هذه الخطة وهذه التوجهات بشكل عام؟ بن غفير ينجح في تحقيق أيديولوجيته وفكره السياسي المتطرف في هذه الحكومة، لأن بنيامين نتنياهو والأحزاب المتدينة هي بحاجة لأصوات بن غفير من أجل المحافظة على الائتلاف الحكومي، وهو يقوم باستفزاز هذه الحكومة وتلبية مطالبه التي تسعى لتنفيذ أجندة واضحة متطرفة استيطانية ضد المجتمع العربي وضد بشكل خاص وضد المجتمع الفلسطيني عامة بشقي الخط الأخضر. هذه الميليشيات وهذا الحرس الوطني طبعا لن يعمل ضد المجتمع اليهودي الإسرائيلي، سيعمل ضد المتظاهرين والمتظاهرات من المجتمع العربي الفلسطيني، سيعمل ضد كل قوى فلسطينية، حتى سيستعمل هذا الحرس كأدوات ردع تخويف أكثر لكل مجموعة تتخذ مواقف سياسية من أجل فرض هيمنة سياسية متطرفة وتنفيذ ما على سبيل المثال ما كان في حوارة الأعمال الإجرامية الإرهابية التي كانت في حوارة وفي غيرها من البلدات الفلسطينية، يسعى بن غفير لفرض هذا الواقع في كل البلدات الفلسطينية وفي المجتمع العربي. هذه هي الأجندة لبن غفير يريد أن يترجمها على أرض الواقع، ويستغل أن بنيامين نتنياهو يحتاج لأصوات نواب بن غفير من أجل المحافظة على الائتلاف الحكومي. هذا الاستفزاز السياسي
والتسويات السياسية بين بن غفير وبنيامين نتنياهو، نحن سندفع وندفع ثمنه بشكل باهظ جدا. النائبة سندس صالح النائبة العربية بالكنيسة الإسرائيلي، كنت معي عبر الإنترنت من النصرة، شكرا جزيلا لك، كما أشكر النائب العربي بالكنيسة الإسرائيلية أيضا النائب وليد الهواشلة، كنت معي عبر الإنترنت من القدس المحتلة.